السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، نكمل الدرس في التفسير في التعليق على كتاب تفسير السعدي رحمه الله تعالى، وقد توقفت عند سورة العلق. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه سندع الزبانية، كلا لا كلا لا تطعه واسجد واقترب. هذه السورة هي سورة العلق، وهي تسمى بسورة العلق وتسمى بسورة اقرأ باسم ربك الذي خلق. أما كونها تسمى باسم اقرأ باسم ربك الذي خلق، فدليل ذلك ما عند مسلم أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه صلى بأصحابه العشاء فطول عليهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كما صح في الحديث: أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، واقرأ باسم ربك الذي خلق، والليل إذا يغشى. ففي قوله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم هنا في قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، دل على أنها تسمى بسورة اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهذه السورة لها فضائل، وهي أن الآيات الخمس من أولها أول ما نزل في القرآن، هذا من فضائلها. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان أول ما بدأ به الوحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء كما في البخاري، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد بالليالي ذوات العدد، قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود بمثلها، حتى فجأه الحق، يعني حتى جاءه جبريل وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ، يعني يا رسول الله اقرأ. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ، يعني أنا لا أحسن أن أقرأ، ما أحسن القراءة، لأنه رجل أمي عليه الصلاة والسلام. قال فأخذني، يعني فضمني إليه حتى بلغ مني الجهد، يعني المشقة، ثم أرسلني، يعني أطلقني، فقال: أقرأ. قلت: ما أنا بقارئ، يعني ما أحسن القراءة إلى المرة الثانية. قال فأخذني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، يعني أطلقني، فقال: أقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، يعني المشقة، ثم أرسلني أطلقني، فقال: أقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني يا محمد لا تقرأ بحولك وقوتك، وإنما اقرأ بحول الله وقوته ومعونته. فنزلت عليها هذه الآيات صدر سورة العلق،
فقال الله له: اقرأ باسم ربك الذي خلق يا محمد، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إذن من فضائل هذه السورة أن الخمس الآيات منها الأولى نزلت أول ما نزل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا من الفوائد الشيء الكثير وسنأتي عليه إن شاء الله. ولكن من ضمن ذلك أن أول آية في الإسلام نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم تأمره بالقراءة، إذن الإسلام يحث على العلم وعلى طلب العلم. أيضاً من فضله، وأيضاً في سورة العلق سجدة، وذلك عند قوله تعالى: واسجد واقترب، وما يدل على ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع النبي، والحديث عند مسلم قال: سجدنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في إذا السماء انشقت، وفي اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهذه السورة هي مكية كما قال أهل العلم، بل بعضهم نقل الإجماع على أنها مكية بمعنى أنها نزلت في مكة. يقول سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ باسم ربك، يعني لا بحولك ولا بقوتك يا محمد، وإنما باسم الله الذي خلق، يعني أوجد المخلوقات من العدم، خلق الإنسان من علق، يعني خلق الإنسان من ضمن هو أصل الإنسان، وهو آدم مخلوق من التراب، أما ذريته فهم مخلوقين من ماء مهين، ثم هذا الماء وهو المني مع الرجل مع ماء المرأة يتحول من الماء، ماء الرجل مع المرأة يتحول منها من ماء إلى أن يكون علقة وهي الدم الجامد، ثم هذا الدم الجامد يتحول إلى مضغة وهي قطعة من اللحم صغيرة، وسميت مضغة لأن الشخص يستطيع من صغرها أن يمضغها بين أسنانه، ثم يشكل الله سبحانه وتعالى هذا المخلوق في بطن أمه فيجعل له لسانا وشفتين وغير ذلك من خلق الإنسان، فتبارك الله أحسن الخالقين. فالله تعالى افتتح هذه السورة الكريمة مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام قائلا له: اقرأ يا محمد ما أنزل إليك من القرآن، مفتتحا بذكر اسم ربك الخالق، خلق الإنسان من قطعة دم غليظ، اقرأ القرآن وربك الكثير الخيرات ذو المحاسن والمحامد الذي علم عباده الخط بالقلم، علم الإنسان العلوم التي لم يكن يعلمها. ففي قوله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من علق، أي خلق الإنسان من دم جامد غليظ، كما قال تعالى: ثم كان هذا الإنسان في بطن أمه، يعني ثم كان علقة فخلق سبحانه وتعالى فسوى، ثم كان علقة فخلق فسوى. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، أي اقرأ يا نبي الله يا محمد القرآن، وربك ذو المحاسن، وربك ذو المحامد، وربك الكامل الصفات، وربك الكثير الخيرات. اقرأ وربك الأكرم الذي كما قال تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، واقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، يعني الذي علم عباده الخط بالقلم فانتفعوا بالكتابة نفعا عظيما، والقلم سيبقى إلى قيام الساعة وانتفع الناس به. فهذه المثلا فالقلم يكتب مثلا به العلم، ويكتب به الوصايا، ويكتب به كل شيء هذا القلم، فهذه منة من الله سبحانه وتعالى كما سيأتينا. والله تعالى يقول: نون والقلم وما يسطرون. ففي قوله سبحانه وتعالى: علم الإنسان ما لم يعلم، يعني علم الإنسان العلوم والأشياء النافعة التي لم يكن يعلمها، كما قال الله سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، هذا نفي، لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالله تعالى يخبرنا بمنته علينا وفضله علينا أنه أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، وشيئا عند العرب نكرة، والنكرة إذا سيقت كما هو مقرر في علم أصول الفقه أن النكرة إذا سيقت مساق النهي أو النفي
أو الاستفهام أو الشرط فيتعم كل شيء. وهنا النكرة شيئا سيقت مساق النفي فتعم كل شيء. فالله سبحانه وتعالى يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا نفي لا تعلمون شيئا. ثم علمنا الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذا المقطع الذي سمعتموه قبل قليل في قوله تعالى: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، تنبيه على أن العلم أشرف الصفات الإنسانية. كأنه تعالى يقول: الإيجاد والإحياء والإقدار والرزق كرم وربوبية، أما الأكرم فهو الذي أعطاك العلم، لأن العلم هو النهاية في الشرف. وفي قوله سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فافتتح سبحانه وتعالى السورة، وهي أول سورة أنزلها الله في كتابه، بالأمر بالقراءة الناشئة عن العلم، وذكر فيها ما من به على الإنسان من تعليمه ما لم يعلم، فذكر فيها فضله بتعليمه وتفضيله الإنسان بما علمه إياه، وذلك يدل على شرف التعليم والعلم. وفي قوله تعالى: الذي علم بالقلم، التنبيه على فضل الكتابة، وفيه إشارة الاهتمام بعلم الكتابة، وبأن الله يريد أن يكتب للنبي عليه الصلاة والسلام ما ينزل عليه من القرآن. فمن أجل ذلك اتخذ صلى الله عليه وسلم كتابا يكتبون له الوحي، لأنه رجل أمي عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب، فاتخذ كتابا من ضمن هؤلاء معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وارضاه، وغيره من الصحابة. أيضا في قوله تعالى: الذي علم بالقلم، أن دواء النسيان هو الكتابة. فالشخص إذا لم يسعف صدره بما يسمع، إذا لم يسعف صدره ويحفظ صدره بما يحفظ ما ويحفظ صدره ما يلقى إليه، فإنه يلجأ في ذلك إلى الكتابة، لأن الكتابة من ضمن أسباب حفظ العلم. فإن دواء النسيان هو الكتابة، ولهذا امتن الله عز وجل على عباده به فقال: اقرأ، ثم قال: الذي علم بالقلم، يعني اقرأ من حفظك، فإن لم يكن فمن قلمك. فالله تبارك وتعالى بيّن لنا كيف نداوي هذه العلة، وهي علة النسيان، وذلك بأن نداويها بالكتابة. والآن الحمد لله أصبحت الكتابة أدق من الأول، لأنه وجد بحمد الله الآن التقنية الحديثة التي تتطور من يوم إلى يوم فيما يتعلق بالكتابة والقلم. إذن من الفوائد في هذا المقطع الذي سمعتموه قبل قليل في قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقد بيّن الإمام شيخ الإسلام بن تيمية في هذه الآية، قال: تنبيه على أن الرب معروف عند المخاطبين، وأن الفطرة مقرة به، يعني مقرة بالله رب العالمين. فالإنسان مفطور أن الله خالقه وأن الله رازقه إلى آخره. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وكذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في فتواه رحمه الله تعالى في عند قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، قال الإمام ابن تيمية في قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، دلالة على أن القول بأن المعرفة لا تحصل إلا بالنظر غلط، لأن أصحاب الكلام، أصحاب علم الكلام كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والمرجئة وإلى ما لا نهاية، يقولون إن أول واجب على العبد هو النظر، وقيل هو القصد للنظر، وقيل المعرفة. والصحيح أن هذا الكلام غير صحيح، بل باطل، كما بين الإمام ابن تيمية وغيره من علماء السلف. لأن الإمام ابن تيمية هنا يقول في قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، يقول ابن تيمية رحمه الله: دلالة على أن القول بأن المعرفة لا تحصل إلا بالنظر غلط، فإن أول ما أوجب الله على رسوله وعلى المؤمنين هو ما أمر به في الآية الكريمة هنا. والذين قالوا المعرفة لا تحصل إلا بالنظر، قال: لو حصلت بغيره لسقط التكليف بها. فيقال لهم: وليس فيما قص الله علينا من أخبار الرسل أن منهم أحدا أوجبها، يعني لم يكن أحد من الأنبياء والرسل من لدن آدم إلى أخاتمهم محمد عليه السلام
أنه كان يقول للناس أول واجب عليكم هو النظر أو القصد إلى النظر. وإنما عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه بعثه إلى اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه يعني شهادة لا إله إلا الله، وفي رواية إن وحدوا الله، لم يقل له قل لهم أن ينظروا أو يقصدوا أو يقصدوا إلى النظر، فكل هذا غير صحيح. فالإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول والذين قالوا المعرفة لا تحصل إلا بالنظر قالوا لو حصلت بغيره لسقط التكليف بها، فيقال لهم وليس فيما قص الله علينا من أخبار الرسل أن منهم أحدا أوجبها، بل هي حاصلة عند الأمم جميعهم. أيضا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وفي قوله اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، قال دلالة على ثبوت صفات الكمال له سبحانه وأنه لم يزل متصفا بها. فالله رب العالمين يثبت له صفات الكمال سبحانه وتعالى وينفى عنه صفات النقص سبحانه وتعالى. فالله يثبت له صفات الكمال ولله المثل الأعلى، والله يثبت له الأسماء والصفات التي وردت في كتاب الله ووردت في سنته الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي قوله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من علق، خلق الإنسان من علق سؤال، أنه بيّن سبحانه في آيات أخرى هذا السؤال، أن الله سبحانه وتعالى تتكلم هنا في القرآن فقال أنه عن الإنسان أنه خلق الإنسان من علق، لكن في آيات أخرى أخبر أن الإنسان خلق من صلصال كالفخار، وأنه في آية أخرى أنه خلق من طين، وفي آية أخرى أنه من ماء دافق، وفي آية أخرى خلق من ماء مهين، وفي آية وهذه الآية من علق، وفي آية أخرى أنه خلق الإنسان من تراب. أما كيف نجمع بين هذا؟ ليس هناك تعارض أبدا، ليس هناك تعارض أبدا، وإنما الجواب أنه ليس هناك تناقض، لكن الله سبحانه وتعالى يذكر أحيانا مبدأ الخلق من وجه ومبدأ الخلق من وجه آخر، فخلقه من تراب لأن أول ما خلق الإنسان من التراب، يعني آدم خلق من التراب، ثم صب على التراب يعني الماء فكان طينا، ثم استمر مدة هذا الطين فكان حماء مسنونا، ثم طالت مدته فكان صلصالا، يعني الماء مع التراب صار صلصالا، ثم خلقه عز وجل لحما وعظما وعصبا إلى آخره. هذا ابتداء الخلق المتعلق بآدم، والخلق الآخر من بنيه أول منشأهم من نطفة وهي الماء المهين وهي الماء الدافق، هذه النطفة تبقى في الرحم 40 يوما ثم تتحول شيئا فشيئا وبتمام 40 تتقلب بالتطور والتدريج حتى تكون دما علقة، حتى تكون دما علقة، يعني أن الإنسان في بطن أمه يمر بهذه الأطوار، فبداية تطوره في أنه يكون من ماء مهين مع الرجل مع ماء المرأة، ثم هذا الماء يتحول إلى علقة وهي الدم الجامد، ثم هذا الدم الجامد وهو العلقة يتحول إلى مضغطة من اللحم صغيرة، ثم هذه اللحمة صغيرة يشكلها الله رب العالمين ويخلق الإنسان سبحانه وتعالى في بطن أمه. فهذا هو خلق الإنسان، وأصل الإنسان هو آدم أنه خلق من التراب، وبني خلقوا من ماء مهين، ولا يقول أهل الإسلام كما يقول داروين في كتابه أصل الأنواع، الكلام الباطل الذي ذكره داروين في أصل الأنواع في كتابه أن أصل الإنسان قرد، فكل هذا باطل، بل رد على هذا على داروين حتى أصحابه من اليهود والنصارى ردوا على هذا الكلام الباطل. هذا هو ملخص لهذا المقطع الذي سمعتمه قبل قليل، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم إلى آخره. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد عليه الصلاة والسلام وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك عليه الصلاة والسلام وعبادك الصالحون.
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك من تحول عافيتك وزوال نعمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، انصر به دينك، وأعلي به كلمتك. اللهم وفقه ولي عهد لما تحب وترضى. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.